عمكو عبد الحميد هيتكلم. بابا منفعل قوي يا محمود من فرحته. عفاف الاستاذ رأفت عبد الحميد الكاتب الكبير جدا 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 بيحيي اخته وعريسها. سلام للاستاذ رأفت. الاستاذ عاطف عبد الحميد المهندس الكبير جدا جدا بيحيي اخته وعريسها. سلام للاستاذ عاطف. الاستاذ ماجد عبد الحميد الدكتور الجراح الكبير جدا جدا بيحيي اخته وعريسها. سلام للدكتور ماجد. اما بقى عمكو عبد الحميد هيقول رقصني يا جدع. دعني يا فرج.